انا كنت من المحظوظين ان انا اول اغنيه اعملها في حياتي توزيع حميد الشاعري دي طبعًا. كانت حاجه انا مش مصدقها اصلا يعني يوم ما استاذ فايز خدني من ايدي عشان يوديني الاستوديو عند لا حميد. الكامبو ساعتها كمان كان لا كانش فيه غيره كان اجمد واحد وما زال طبعا يعني. طبعا فدي انا من انا يعني حاجه انا بشكر ربنا عليها ان اول حاجه في حياتي تبقى توزيع حميد الشاعري والالبوم يبقى فيه حميد الشاعري وحكيم طبعا دي كانت حاجه وعملت حاجه معاه قريب ولا حميد بقالكوا زمن بقى لنا فتره طويله يعني اشتغلنا مع بعض البوم خليك جنبي بعد كده كله مع بعض وعملنا الاوبريت بتاع امي ثم امي حبيبي حميد حبيبي الكل ده واشتغلنا مع بعض اوبريت امي ثم امي وبس يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى في حاجه مع بعض باذن الله ان شاء الله.